السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي. معكم مس هبة رجب، معلم أول لغة إنجليزية. النهاردة إن شاء الله بعد ما خلاص انتهينا من حل وشرح الوحدة الثالثة كلها من كتاب بيت باي بيت 2023 فصل الدراسة الأول للصف الرابع كونكت 4، النهاردة إن شاء الله عندنا بقى إيه حل اختبارات شاملة على الوحدة الثالثة من 3 الصف الرابع كتاب بيت، صفحة كام؟ 143 بيج نمبر 143. أول حاجة عندنا أسئلة خاصة بالأزهر الشريف، بيقول لك choose the right answer from A B C. تعالى بيقول لك listening استماع ونص الاستماع في آخر الكتاب. أنا أقول لك هو سمير is my brother. سمير is my brother، دي جملة الاستماع. تعال نختار بقى number one. سمير is my father brother friend. father brother friend، طبعا اللي سمعناها من شوية كلمة A brother، يبقى سمير يكون A صديق A أخي، سوري يكون A أخي. طيب he wants to be a doctor. He wants to be a doctor. يبقى he wants to be a teacher. دكتور فيت طبعا ايه دكتور، الكلمة اللي بسمعها هي اللي بختارها. يريد ان compare the dialogue with the words below. كلمة beautiful يعني ايه جميل، this يعني هذا او هذه، at يعني في. Look not this plant. Look at this plant. انظر الى هذا النبات. What is this؟ ما هذا؟ قال لك it's a sunflower، انه عباد الشمس. Oh, a sunflower, it's beautiful. إنه جميل. Beautiful. Reading. Read the following. Text and answer the questions. اقرأ وأجب عن الأسئلة. My friend Salem likes farms and plants. صديقي سالم بيحب المزارع والنباتات. He likes the green color of the leaves. بيحب اللون الأخضر بتاع أوراق الشجر. He likes to use the seeds to grow new plants. يحب أن يستخدم البذور في زراعة نباتات جديدة. He waters the plants. يروي النباتات every day كل يوم. The roots الجذور grow under the soil تنمو تحت التربة. My friend becomes very happy. صديقي يصبح سعيد جدا. When there is a flower لما يكون ايه في زهرة في النبات. Choose the correct answer. My friend Salem likes and plants. بيحب towns villages ولا farms المزارع والنباتات. He likes the not color of the leaves. الأوراق لونها ايه وبيحبه؟ green yellow red. طبعا أوراق الشجر لونها أخضر. Salem waters the plants every. بيروي النبات every a week ولا day ولا year. طبعا every day يعني كل يوم. طبعا عندي الريدر القصة اللي عندنا في نهاية الكتاب، طبعا لسه ما قريناهاش هنا على القناة، فعليها أسئلة. إن شاء الله هنرى القصة واللي هي سهلة جدا في فيديو خاص إن شاء الله. choose the right answer. إحنا في التربية والتعليم على فكرة مش جايب لنا أسئلة خالص على القصة، عندنا القراءة فقط. choose the right answer from A B C. My city is the not place to live. إزاي يجي بعدها صفة إيه السيتي؟ يبقى nice ولا nicer ولا nicest؟ طبعا the nicest place to live، مدينتي أفضل مكان للعيش. Some seeds بعض البذور are very not. They can't travel in air. تسافر أو تنتقل عبر الهواء لأنها إيه؟ big كبيرة، light خفيفة، dangerous خطيرة لأنها إيه خفيفة. كده انتهينا من اختبار الأزهر، يلا بينا نشوف اختبار شامل على الوحدة الثالثة. Unit 3 activity. تدريبات على الدرس الأيه والوحدة الثالثة. Number 1 choose the right answer from A B C. صفحة 144 هنختار الإجابة الصحيحة. Number 1 the daisy اللؤلؤ is the not beautiful flower. the صفة طويلة يبقى ايه the more the most the less. طبعا ايه the most الأكثر جمالا، ده السوبرليتيف اللي هي صيغة التفضيل مع الصفات الطويلة، بنقول قبلها the most، لكن في المقارنة كنا بنقول ايه more صفة طويلة زين. 2 plants can not the air. تستطيع النباتات نقط الهواء. eat ولا play ولا clean. طبعا النبات بينظف الهواء. The plants produce. النباتات بتنتج ايه كربون دايوكسيد ولا اير ولا اكسجين. طبعا النباتات بتنتج لنا ايه produce تنتج الاكسجين، بيساعد في عملية التنفس بالنسبة للإنسان. يريد ان ماتش كرة ووصل. Why are plants useful؟ للنباتات ايه مفيدة. حرف السي. Plant cells الخلايا النباتية ها need carbon dioxide، تحتاج كربون دايوكسيد في صنع الغذاء. فارمرز المزارعون grow food for us، بيزرعوا لنا الأطعمة. read the following.
passage and answer the questions. وبعد كده جاوب على الأسئلة. أحمد lives on a farm near Penha. أحمد يعيش في مزرعة بالقرب من محافظة بنها أو مدينة بنها. It is a very special farm. إنها مزرعة مميزة جدا. He grows a lot of plants there. بيزرع نباتات كتير هناك. He grows maize. بيزرع الذرة. And gives it to the animals. ويعطيها للحيوانات. On the farm اللي في الحديقة. To feed them لكي يطعموها. يبقى he grows maize. بيزرع ذرة. And gives it to the animals. بيديها للحيوانات اللي عنده في المزرعة. To feed them عشان ياكلوها. أحمد grows many fruits. أحمد بيزرع فواكه كثيرة. Like oranges زي البرتقال. And lemons والليمون الأصفر. أحمد has a good life. أحمد يحيا حياة جميلة. He is happy now. سعيد because he grows his food himself. لأنه بيزرع طعامه بنفسه. Fill in the blank boxes with true or false. تعال نشوف الجمل ده صح ولا غلط. Number one. أحمد grows bananas and peas. أحمد grows bananas and pears. أحمد بيزرع موز وكمثرى. لا بيزرع oranges and lemons. يبقى الكلام ده false خطأ. أحمد has a farm near Cairo. مزرعة أحمد بالقرب من القاهرة لا بالقرب من بنها. يبقى الكلام ده برضو فولس خطأ. صفحة اللي قصادها 145 145. Answer the following questions. Why is أحمد happy؟ ليه أحمد happy؟ هنقول because he grows his آخر سطر عندك في القطعة food himself. قال لك سعيد لأنه بيزرع طعامه بنفسه. What does أحمد give to animals؟ بيدي الحيوانات. He gives زي ما يعطيهم maize to feed. بيدوهم مزرعة لكي يتغذوا عليها. For filling the gaps using words from the list. باسكتس اللي هي السلات. بلانت نبات. فيموس مشهور. بيبيرس is a very special plant. البردي هو نبات مشهور. It is famous. مشهور ليه؟ because ancient Egyptians لأن المصريين القدماء used بيبيرس to make paper يستخدموه في صناعة الأوراق. They also made sandals and baskets كمان صنعوا منه الصنادل والسلات. From papyrus. Write a paragraph of 5 sentences using following words. The sunflower زهرة عباد الشمس. Sunflower beautiful grow useful faces. هنكتب جملة خاصة بيه عباد الشمس. هنقول The sunflower is a beautiful plant. نبات جميل. هنقول A sunflower. عندنا كلمة faces يعني ويواجه الشمس. Sunflower faces the sun every day. يواجه الشمس كل يوم. Farmers المزارعون grow sunflowers يزرعوا عباد الشمس to take their seeds عشان ياخدوا منهم البذور. The seeds are very useful. والبذور طبعا بتاعته مفيدة جدا. I like sun flowers. انا بحب عباد الشمس. يبقى the sun flower is a beautiful plant. ونبات جميل. A sun flower faces the sun every day. عباد الشمس بيواجه الشمس يوميا. Farmers grow sun flowers to take their seeds. فلاحين بيزرعوا عباد الشمس عشان ياخدوا البذور بتاعته
ليه؟ the seeds are very useful، البذور بتاعته مفيدة جدا. I like sunflowers، أنا بحب عباد الشمس. Don't wait it's a following، أول حاجة عيني بتروح عليها، أول الجملة اللي مش معمولة كابتن نعملها. The land was very dry، الأرض كانت جافة جدا. طبعا دي جملة فنحط في الآخر إيه؟ الفول ستوب. كده حبايبي إحنا انتهينا من حل أسئلة شاملة واختبار شامل على الوحدة التالتة من كتاب بيت باي بيت للصف الرابع كونكت 4. استنونا إن شاء الله الفيديو القادم هنحل اختبارات شاملة ومراجعة على أول ثلاث وحدات يونت 1 2 3 من كتاب بيت باي بيت. كانت معكم مس هبة رجب، انتظرونا إن شاء الله في كل جديد. تواصلوا معايا على صفحة الفيسبوك مس هبة رجب لأي استفسار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.